النهارده في البدايه قبل ما ابدا حلقتنا عايز اعزي اسره كره اليد في كابتننا الكبير كابتن يحيى علي رئيس لجنه الحكام الرئيسيه السابق باتحاد كره اليد والاتحاد المصري لكره اليد او في كره اليد بصفه عامه. رجل خروق، رجل مهذب، فعلا كلنا كنت لعيب وهو كان رئيس لجنه الحكام، وفعلا كان حد يعني كل اسره كره اليد يعز عليها فراق كابتن يحيى علي. نتمنى لاهله الصبر والسلوان.